أطايب أطايب لا 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 اهلا يا هلا حي الله يا من بالعيون محلا حي اللي وصال يا حيا اهلا يا هلا حي الله يا من بالعيون محلا حي اللي وصال يا حيا وسط قلوبنا حياكم نفتح غلا لرضاكم حي اللي وصال يا حيا وسط قلوبنا حياكم نفتح غلا رضاكم حي اللي وصل يا حيا حي اللي وصل يا حيا يا هلا يا مرحبا أهلا وسهلا بجميع جمهورنا الكريم. نقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ما شاء الله معنا اثنين من الشباب عندهم طموح انهم يطبخون وانهم يتعلمون وانهم يتعلمون على يد شيف ولا يقولون ما كان ولا جرى. اخونا صاحبنا وأستاذنا ابو كريم، حياك الله ابو كريم. الله يحييك. انت تدرب يا ابو كريم ولا لا؟ نعم. انت تدرب؟ اي نعم. ما شاء الله، وين تدرب فيه؟ اكثر من محل. اكثر من محل. اي نعم. يعني اللي بيطلع من عندك يعني ان شاء الله بيصير معلم معلم. وان شاء الله قريبا حنفتح معهد كمان اللي بيحب يتعلم. يا سلام. مش بس كذا، الاتيكيت الطعام، حفر على الخضره. جميل. طوي الفوط الصفره، هذول كلها. يا سلام يا سلام. اليوم كذلك نرحب ونحيي باثنين من الشباب ما شاء الله مبدعين في تقديمهم، في اناشيدهم، في امورهم الزينه. معنا رايحي، حياك الله يسعدك. الله يحييك. سلام. كيف حالك طال عمرك؟ والله الحمد لله بخير. انت شكلك كذا شكله شكل طباخ ولا لا؟ يلا يلا ابدا على طول. كذلك معنا عبد الرحمن ابن سيف، حياك الله عبد الرحمن. الله يحييك. اقرب شوي ويلا استعن بالله. لا هيدا الان احنا عم نعمل. ايوه. احنا بس نمرق معلومه. حلو. اللي عم نطبخه نحن اليوم عاملين مقلوبه باذنجان لكن ضايفين لها الكرافس. هذا الكرافس كثير مفيد وبغني عن التعريف قديش قيمته الغذائيه مرتفعه وكبيره. جميل. ضفنا مع باقي المقادير اللي راح بيشوفوها المشاهدين على الشاشه اللي هي الحمص المسلوق المستلقه، طبعا حطينا فوق مقدار 3 معالق من زيت الزيتون، ضفنا كوب ونص من البصل، عندنا اللحمه المفرومه تقريبا نص كيلو، بالاضافه للحمص قلنا كوبين، والبهارات المشكله، وبالتالي شوي من مرق اللحم او الدجاج. قبل هذا كله بنكون مقطعين الباذنجان شرايح شوي سميكه حوالي سنتي سمكتها، نفرنا عليهم شوي من الملح، بعد تركناهم حوالي لحتى فتره لحتى نتخلص من ميتهم، جففناهم وقليناهم ولبسنا او بطلنا هذا القالب بالباذنجان، وبالتالي الشاب اللي عم يشتغل فيه هذه الطبخه انا عامل نسخه هون منها جاهزه لنوصل المعلومه بشكل كامل. راح هلا من بعد ما تتحمر اللحمه راح نضيف اللحمه عفوا البصله، راح نضيف اللحمه المفرومه وباقي مكونات خطوه. جميل. اذا الشباب بيبداوا معنا وبيخلطوا معنا، وببدا مع عبد الرحمن. عبد الرحمن سبق طبخت؟ والله قد طبخت. ايه وش طبخته؟ طبخت مكرونه. حلو. بس كان الوالد والوالده والاهل مسافرين. ايه. تعرف نظام تفرد في البيت. ما حد يمك ولا حد يحولك. حلو. بس الان بعد ما تتحمر شوي نضيف اللحمه. اللحمه. اخوي سيد. ايه. زين. ايوه. سوينا هالطبخه هذه وقدر الله علينا. كم تتحمر؟ قدرنا المستشفيات. افا. ليش؟ والله ما ادري لك شر يعني، يمكن صار تلبك يعني في المعده او شيء. عجناها، عرفت نظام عجن المكرونه ذي، طلعت عجين ما طلعت مكرونه. هذه اول مره تسويها؟ اي نعم كانت اول مره. اول مره واخر مره؟ اول، لا والله ثاني مره سويت سمبوسه. حلو. السمبوسه صعبه. اي سويتها قلي. إيه؟ بس طلعت سودة. ليش؟ ما عرفت اقليها زين. إيه؟ ما ضبطت معي زين. ابو كريم كيف الواحد يقدر، هل ممكن ان يعني اللي يقول الواحد يطلع طباخ عنده معلومات جيده وماهر في كم شهر؟ حسب التخصص. اليوم حتى المأكولات في تخصص مثلا بالاكل الفرنسي، تخصص بالشرقي، اكل الشرقي يعني الاكل اللي بيتقبله مثلا دول الشرق الاوسط، وبالتالي اللي هي مثلا المطبخ الهندي، المطبخ الايراني، بالاضافه للمطبخ الخليجي، مطبخ هدول المطبخ، هدول تخصص لواحد. جميل. تدخل بتخصص ثاني الاكل الايطالي. هذه اي طيب كل انا الان حطينا البصل وحطينا ايش؟ حطينا البصل فوق زيت الزيتون. ممتاز. لبنا الان اللحمه. إيه هون محضر الكرفس ومحضر. حرك الله يعافيك. اشتغلوا اشتغلوا.
حبيبنا انت طبخ طبخ؟ اي الحمد لله. وش طبخته؟ والله اطبخ لاهلي كبسه بالذات في رمضان. اكيد هم يروحون تراهم في رمضان الحين يشوفون اذا ما طبخت ولا شيء ان اللي بي لا بناكل. لا الوالده الحمد لله راضيه عني بطبخي الحمد لله. يا شلون تطبخ الكبسه؟ والله اول شيء الكشنه يعني مكونات ال شو اسمه ربي المادي والزيت حلو والبصل حلو ثم نخليها لين تحمر البصل حلو زي ما احنا نسوي الحين حلو ثم بعدين نصور نجيب الدجاج نقطعه ونظفه ثم نعطيه نحطه يعني تقعد الكبسه كم معك نص ساعه ساعه؟ ساعة الا ربع. تذوق وانت تاكل؟ والله في الكشنة ابدا اذوق. تذوق بس اذا جهزت خلاص. عبد الرحمن تذوق وانت تاكل؟ اكيد الذوق لازم بس في الصوم ما ناكل الشم الريح. لا اكيد لا حتى الذوق ممكن عم طرف اللسان بس يعني الفقهاء محددينه وعارفينه. الطباخ الماهر بالريحه عجيب يشم الريحه خلاص يستوي يا مضبوط. بعد اللحم وش نحط يا ابو كريم؟ نعم هنا نحط عليها ال لا تحمر اللحم ما تحمر بعد تحمر بشكل جيد. في طريقة يقولوا اليسرى دائما اللي يشتغل باليسرى يقولوا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك اسرع يعني مو بسرع يقولوا انه يصير يعني نجرب باليمين يلا جرب جرب باليمين انا لاني اكتب باليسار واشيل باليسار وزين كل شيء باليسار نجرب باليمين. طيب وش لك من نشيد ثاني يا شيخ سعيد؟ لي نشيد عن خليك هنا شوي عنك قاعد ادور على طول ها رحمن الرحمن. طيب خلينا نسمع يلا بس ابي ترديد يعني ابشر ابو كريم يبوني تردد معه ابشر ابو كريم نعم يبغاك تردد معه في النشيد يلا الله يحييك. بس سؤال الحين اللي يطبخ ويتمتم ولا يشيل شيلات يعني تقضي عليه الوقت؟ بعض الناس ما شاء الله هواوي راعي قصيد وراعي علوم الغانمه ولا لا؟ قصدك بالهي يعني بالهي وبشجعه يعني بعض اذا مركز مضبوط ما ممكن ما تلتهي لا طيب نعم. يلا نسمع اجل رحمن يا رحمن ورحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع ورحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع يا قاضي الحاجة ايوه يا من لسرايا مطلع يا قاضي الحاجة اسمع يا من لسرايا مطلع هي 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 الله لطيف الله وشاهد للدنيا كفى وعيش راضي مقتنع هي شاهد للدنيا كفى وعيش راضي مقتنع ايه واحسب حساب الله ايوه يا حبل الرجاء لا تنقطع واحسب حساب الله يا حبل الرجاء لا تنقطع هي 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 الله لطيف الله كله يا كله ايه كله حط بهات على الاكل يا سعيد يبين الطبخ الله لطيف الله نحط له هذا انا تحمست ترى أيوه. مع شو اسمه مع لطيف هذا هذا الفتره طبعا عندنا كان نسخه او نموذج جاهز اللي سويناه حطينا في رز احنا عم نشتغل وصل معلومه وهذا الطبق يلي نحن مسويينه قبل بعد راح بنقدمه بعد ما نزينه. طيب انه نحط الحمص لا الان نضيف ما يلزم من الملح. حطيت ملح انت؟ لا ما حطيت ملح. حطينا رشة ملح ايوه بنحط كمان مقدار نص ملعقة كبيرة من هذا معزز النكهات معزز النكهات جديد ده ما اول مرة يعني احنا هو تقريبا الناس بتسميه النكهة البيضاء او الماجي الابيض حلو عرفت كيف؟ لكن هذا فيك تستبعده وفيك تحطه لكن ثبت صحيح انه مش مؤذي ما يعني جميل نعم. اذا خلونا ناخذ فاصل ونرجع وياكم مع طباخين سعيد وعبد الرحمن حماس وشغل لا كان ولا جرى. بسم الله. هذا البرنامج برعاية رز الشعلان من زمان أحباب قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان يعود
يعود الموطن الأصلي للباذنجان إلى الهند، وقد تمت زراعته في مناطق جنوب وشرق آسيا من عصور ما قبل التاريخ. إن من أهم الفوائد التي يتمتع بها الباذنجان أنه يدر البول، لذلك ينصح الذين يعانون حصى المسالك البولية بتناوله، وهو أيضا فعال في إيقاف الإسهال المستمر، إذ أن الألياف الغذائية التي يحتويها الباذنجان تنبه حركة الأمعاء وتساعد في تنظيم وإفراغ الفضلات منها، ويساهم في قتل الجراثيم وطردها خارج الجسم. وقد أظهرت إحدى الدراسات في معهد علم الأحياء في جامعة ساو باولو في البرازيل أن الباذنجان يشكل علاجا فعالا للكوليسترول وفي التقليل من ارتفاع ضغط الدم، كما أنه مصدر هام لحمض الفوليك والبوتاسيوم. وينصح خبراء التغذية أصحاب الأوزان الثقيلة والذين يعانون السمنة والبدانة بإدراج الباذنجان المسلوق في وجباتهم اليومية، لأن قيمته الحرارية منخفضة جدا، ولا ينصح به مقليا لأنه يمتص الزيت ويصبح عسر الهضم في المعدة. ومن فوائد الباذنجان الهام أنه يلطف رائحة الجسد، خاصة الذين يبذلون جهدا عضليا، وهو يدر البول ويزيل الصداع، وتشكل القشرة الخارجية للباذنجان مصدرا لا بأس به من الحديد والفوسفور والكالسيوم وفيتامين با والبروتين، ويحتوي على الألياف التي تساعد في عملية الهضم. يحتوي الباذنجان من الماء على نسبة 65% من وزن الحبة الواحدة، والباذنجان أيضا يشكل مجموعة هامة من وجباتنا اليومية المتعددة، رغم احتوائه على نسب ضئيلة من فيتامين ألف وفيتامين جيم، إلا أنه يشكل تنوعا هاما في سلسلتنا الغذائية. وينصح خبراء التغذية بعدم الإكثار منه، خاصة للذين يعانون من مشاكل في عسر الهضم، فالباذنجان يستغرق هضمه ما لا يقل عن 4 ساعات، وتعد هذه المدة طويلة نسبيا إذا ما قارناها بالأغذية الأخرى. هذا البرنامج برعاية الرز الشعلان من زمان أحباب، قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق، مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان. قلبي أصيل ماضي الحب منساه، وصاحب الغالي تجيبه عيوني، أيوة أشتاق له واشتق لصوته وطرياه، وأقول هو دنياي وشموعي كوني، رفيق دربي ما تناسيت ذكراه، لو العرب في رفقته يعدلوني، لو العرب في رفقته يعدلوني. يا سلام يا سلام يا سعيد، بيض الله وجهك. الآن انتقلنا إلى طبق ثاني، وهو طبق يعني جميل، وهو كيك التفاح. طيب. هذا هو الكيك، هو جاهز. هذا جاهز. مقاديره عندنا، لا بدأنا احنا حطينا كوب زبده، كوب زبده وكوب ونص سكر البني، سكر اسمر احسن. راح نضيف عمنون 5 حبات من البيض، لكن بتلاحق بالتدريج. نكون محضرين 3 حبات من التفاح اصفر مقطعينه، وبعدين شوي مدبلينه بقليل من الزبدة، يعني نص ملعقة زبدة وجزء من كمية السكر. مشوحين التشويح ولا لا؟ بس مجرد تخمير. نحطه بالفرن. حلو. أوكي. عندنا نص كوب مكسرات، فينا نستعمل الجوز، فينا نستعمل مكسرات مختلفة. حلو. نص كوب من الزبيب بالإضافة للقرفة، الفانيليا، البيكنج باودر والصودا اللي هو الكربونات. حلو. هيدول المواد الجافة كله راح نمزجهم مع كمية الطحين ونضيفهم بالتدريج من بعد ما نحط. تبي نخلطهم هنا ولا نخلطهم جوا هنا؟ لا نخلطهم هون، لكن مش كمية طحين، هاي كمية طحين نصها. نصها. طيب. طيب. نجيب لي علبة هذه زي هذا. شوف لي صحن بس. لا إله إلا الله، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. السعيد وشلونك أنت في القرآن؟ يعني هل كل يوم تقرأ جزء، جزئين، 3 أجزاء في رمضان؟ ختم مرة مرتين؟ كيف طريقتك؟ والله الحمد لله، بس يعني إذا قدرت أختم مرتين. ختم مرتين على الاشغال هذا، اخذت الجزء لانه يقول لك يعني جزء واحد توعى فيه وتقرا فيه زين احسن من تقرا 5 6 ختمات في الشهر. في كثير من الناس لا اله الا الله يصير عندهم اخلط هذه
خلط هذا يوم حط نص الكمية. ما يخالف حط هذا سهل. اخلط لي هذه. ايوه في بعض الناس يقرا في المصحف يكون فيه التفاسير اللي تفسير جلالين او التفسير ميسر ف يعني يعينه على التدبر ويعينه على القراءه. العاده متى تقرا يا عبد الفاتح؟ العاده تقرا وش الوقت المناسب لك في التلاوه؟ في رمضان طبعا. إيه؟ في الاوقات هذه بعد صلاه العصر. بعد العصر؟ بعد العصر. يعني معناه مثلا شهرنا طايل بكره وعقبه. طيب القران. طيب والفجر شلون قراتك فيه؟ طبعا بعد صلاه الفجر بدينا. إيه؟ على وجهين 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 ونص. انت العاده كم تختم؟ في الشهر من ختمتين الى ثلاثه. من ختمتين الى ثلاثه. جميل ممتاز ممتاز. يعني خلص رمضان باقي لي نص ختمه. العاده تصلي عند من في التراويح؟ العاده اصلي عند نفس مسجدكم اللي حولكم. إيه؟ نعم. ولا عند شيخ قارب معروف. عند الشيخ قارب زاد العطيه. ما شاء الله. وش وصلنا فيه؟ انا بدي مرق المعلومه. أنا بعد ما حصلنا على هيدا المزيج هو حصيله البيض وسكر البني والزبده مزجنا المواد الجافه كلهم مع بعض رح نشيل هيدا الخلاط او هيدا الشريط الخفاء ونستبدله بهيدا. انت تحب تشتغل ويصير الطاوله دائما نظيفه عندك مره مره ولا لو صارت لا. مكثره لا هي بتعمل مش مريح للنظر لما تكون. ايوه صح. ما راح نضيف هذا الطحين واللي نظفنا معه باقي المواد الجافه بالتدريج ضفناه. بيكون طبعا مشغلين الفرن على درجه حراره 360 لانه بدي الملعقه بس. اي نعم هذا بدي. هذول في مثل عندنا يقول قدر الشراكه ما يفوح. يعني القدر اللي صار فيه اكثر من واحد هذا يفتح وهذا يزين وهذا. نحن عندنا مثل لبناني مراد يسألوا كثرة الطباخين شاط الطعام. بس في مثل ثاني بعيد مره ما ادري مناسب نقول الحين ولا لا. يلا نقول هذه. يقولوا واحد بيعرس. اي بيتزوج يعني. بيتزوج. وفي ثنتين واحدة كبيرة واحدة صغيرة. اي زين. فالابو ذهين. ابو ايش؟ نفسه المعرس هذا. ايه ذهين. قال انا قالوا من تبي؟ تبي الكبيره ولا الصغيره؟ ايوه زين؟ ايوه. قال هو لا انا بحط لغز. سؤال يعني حزيره. ايه طبخه يطبخون كبستين رز. ايوه اللي تخلص مبكره هي اللي بعرس عليها. يتزوجها. ايه ايوه. من اللي انطبخت زين؟ الكبيره طبعا. لا الصغيره. ما شاء الله. لان الكبيره كانت قلقه كل شوي تفتح. ايه تفتح القدر وتغطيه. تفتح وتغطيه. والصغيره مش فارقه معها. والصغيره ما فرقت. تقول انا يمكن يزودوا الكبيره قبل الصغيره. فاحيانا الطبخ يبي له تمهل ويبي له ايش؟ يعني حلم شوي ولا لا؟ صحيح صحيح. المكرونه اللي صلحها عبد الرحمن جاب العيد فيها ولا لا؟ يقول انه طبخ طبخه ونحاس الدنيا فيه. صار لكم مواقف انتم تقدم مثلا مسابقات والعاب لبعض الاحتياجات الخاصه، صار لك موقف يبدو في احد الحفلات في العيد مع مرضى السرطان او شيء، تعطينا قصته؟ اي نعم في مدينه الملك فهد الطبيه قسم سرطان الاطفال كنا نقدم برنامج في العيد بمناسبه العيد وصار بعد البرنامج قالوا خذ لقاءات بسيطه مع المرضى. مع المرضى. اي نعم. فقال لقاء مع جوائز بسيطة من هالكلام ذا وصارت البنت صغيرة شكلها توها داخل المستشفى يعني ما أخذت وقت فتمسكني من ثوب تقول لي عمو عمو قلت طلعت عليها كذا قالت شوف شعري سحبت شعرها ورثني إياه سبحان الله. فكان موقف محزن يعني بصراحة. هو طبعا شعرها من الكيماوي تلقاه ينزل. سبحان الله. من الكيماوي ينزل يتساقط الشعر. سبحان الله. فاللهم يشفي ومعافهم يا الله. امين ان شاء الله. وشوف الحين انت تقول انا يعني تألمت لهالموقف وهو موقف عابر لك فما بالك يعني امي متى وابوها وهي الله عز وجل ان يلطف بهم ويشفيهم. وانا دائما نقول وانا في رمضان للصايم دعوه يحرص انه يدعو لاخوانه المسلمين من اسباب اجابه الدعاء كذلك ان تدعو لنفسك وتدعو لاخوانك المسلمين. صح. اللهم اشفهم اللهم عافهم اللهم وفقهم الله يوفقهم. امين يا رب. الله يحفظكم يا حي قيوم. اللهم امين. نطلع اذا فاصل اعلاني ونرجع معكم مع طايب ومع الباذنجان ومع كيك التفاح ومع العلوم الغانمه وش خليت وش خليت يلا.
هذا البرنامج برعاية أرز الشعلان من زمان أحباب، قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق، مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان. من يومنا كل واحد فينا يحب يحس بقرب الثاني، من يومنا نقدر الأيام الحلوة ونستمتع بلذتها، واليومنا نخلي كل لحظة تجمعنا بجواء كلها محبة وترد للأوقات عشقنا طعمها وتربينا على حبها. أرز الشعلان من زمان أحباب. نعم، قصر واحد فيه أكثر من 50,000 منتج. نعم، قصر واحد على مساحة 5,000 متر مربع. نعم، قصر واحد لكل احتياجات المنزل. نعم، هو قصر الأواني. إحدى شركات إبراهيم محمد السيف. مطاعم ماريز التفرد في الطعم والمكان. مطاعم ماريز واحة لكل عزيز. مطاعم ماريز لحفلتكم وولائمكم. مطاعم ماريز، الرياض طريق الملك عبد الله أمام صحارى مول. www.mariz.com.sn. مطاعم ماريز التفرد في الطعم والمكان. هذا البرنامج برعاية أرز الشعلان من زمان أحباب، قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق، مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان. يا مرحبا يا مرحبا، حياكم الله، ونقول دائما تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله صيامكم قيامكم دعواتكم يا رب العالمين. اليوم خلصنا مع أبو كريم مقلوبة الباذنجان وكيك التفاح، ومتعودنا دائما أبو كريم على لفتات جميلة وممتازة، يقولون نصف المال نظرة، وهو متعودنا ما شاء الله على أشكال جميلة، بيصلح لنا اليوم الأناناس ويعني حركات فنية فيه. الكاميرا عليه، بسم الله. رح نشتغل بنوع من المقترح من تقديم الأناناس، كذلك كترغيب من الأطفال اللي ما بتحب الفواكه. هذا نوع من التقديم سهل وما بنتلف شيء بتاتا، حتى لو قطعنا بعض الأحيان جزء من الفواكه بنستعملها لشغلات تانية. قطعنا حبة الأناناس بالنص، ورح نقطع كل نصف اثنين. الأناناس طبعا مفيد جدا، وهو غذاء يعني كثير من الناس بعضهم ما يستطعمه، صحيح، لكنها أنا قرأت فيه فوائد جميلة اللي عندهم الكوليسترول، خاصة للرجيم اللي يعمل الدايت معين. الرجيم نفس الشيء. اي نعم، مميز جدا جدا. انتوا تاكلون اناناس يا شباب؟ لكم في الاناناس؟ انا اكل اناناس بس المعلب، مو بالمعلب، المعلب اللي جاهز. ابو لو درى عنك صالح العريض يزعل، يقول لازم تاكلون طازج، ولا لا يا ابو كريم؟ اي طبعا انا صالح العريض، ما يحتاج. دورنا في العصير، دورنا في العصير، دورنا في العصير اناناس. في مشروب كذلك في رمضان دائما الناس تشربه، اللي هو مشروب الاناناس. احيانا بعض الناس تستبدله عن التوت وعن البرتقال، يعني مغذي وجيد. الكل طايح توت برتقال، صح، لو واحد غير قمر الدين عصير الاناناس. الان حتى في بعض العبوات الاقتصاديه يحطون لك في نفس العلبه فيها تقريبا 6 نكهات، يعني بالبرتقال، بالاناناس، بالتوت، صحيح، بحيث ان الناس تنوع افضل يعني منها. الان انت بتاخذ اللب يا ابو ولا كيف؟ الان بدي انا اشتغل فيها بشكل، خلي اللب بدي اقدمها بشكل كويس، لكن يا سلام. الهدف انه اوصل الطريقه بشكل كثير هين. سعيد عجن الرز صار سليك، خلي اشوف ولا لا؟ هذا فن الطبخ. لا طلع شيء والله. ولا والله مو بشيء، الرز ما يتقلب ولا لا؟
مرة واحدة. مرة واحدة حسنا جزاك الله خير. لا بس عشان كذاب في المويه بس. ايه الكاميرا عليه يا ابو احمد، شفته شلون شغل سعيد ما شاء الله مميز. احتراف. احتراف فن. انا اهم شيء ترضى عني الوالدة بس. ايه. لا بس الوالدة بتقول سنة. والمشاهدين ان شاء الله ان شاء الله زيها. لا 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 ممتاز ما شاء الله. هذا رز ولحمة مفرومة. وش بعد عد المقادير؟ وحمص. ها؟ و وملح. ايه. اي نعم. و كرافس الاخضر اي نعم كرافس الكرافس ورز وحمص حمص ورز رز اي حط غطى لا اله الا الله استغفر الله استغفر الله وتوب اليه ما شاء الله انا بذا البريك وشكلكم قضيتوا مويته الله تمام لو قلت بتوصي المشاهدين الكاميرا قدامك لا وش بتقول للناس انت لك محبينك في الانستغرام وفي التويتر زين وش تقول لهم اعطنا كذا نص كلمة للناس أول شيء مبروك عليكم الشهر وأشكر والدي ووالدتي والمقدمين معنا اللي ساعدوني في شو اسمه ومتعب النتيتان المقدم اللي أوصلني للحلقة هذه وأشكر كل المتابعين اللي شاهدوني وشكروا على مجهودي في الوجبة أو في إنشادي في المنتزهات أو في الفعاليات أشكرهم جميل الشكر وكل عام وانتم بخير يا سلام يا سلام عبد الرحمن وش تقول لو الكاميرا عندك الان تكلم لمده نص دقيقه وش تقول للناس شكري للناس نص دقيقه اتوقع ما تكفيهم طيب عطنا اللي عندك اكثر ولكن اقول لهم بصراحه بوجودكم راح نرتقي وراح نكبر باذن الله واشكر كل من وقف معي اولهم امي وابوي واخواني ومجموعه اللي كانت معي ولا تزال معي من مده اشكرهم جميعا وعلى رأسهم الأستاذ هادي الدواري كان موجود وأشكر من جعلنا نخرج على هذه القناة الأستاذ مثل إنجيثان والأستاذ عبد المجيد الله يبيض وجهك وأبو كريم تاج روسنا وأبو كريم تاج روسنا بقى معنا دقيقة واحدة يا أبو كريم نشوف شغلك وإبداعك تبي نقلب هذه الباذنجان نقلبها أي بس نرفع هذه طيب نرفع يلا خلنا نشوف الشباب يلا أسألك سعيد حياك تعال خلنا يد بيد الله وش هالشغل قربها هنا يا سعيد ان شاء الله اليوم مقلوبة الباذنجان وكيك التفاح من يدين ابو كريم وهو الان قاعد يصلح لنا يعني شغله كذا حلوه وممتازه في الاناناس استمتعنا جدا وش تقول جمهورك يا ابو كريم والله بنقول هل يطالعك في من خلال اكثر من حدود 13 سنه الحقيقه بنامل انه دائما نكون يعني عم نرضي من سواء من ناحيه اختيار الوجبات من ناحيه سهوله تطبيق الوجبات من ناحيه المذاق النهائي للوجبات هذول كله احنا بنسعى الحقيقه لنرضي ونكون عم نتوفق دائما باختيارنا للي عم نقدمه هذا اللي بنسعى له انا اكرر وعيد ركزوا معنا في سؤال الحلقه كل حلقه عليها 1000 ريال 30000 ريال في مواقعنا عبر الانستغرام عبر التويتر نسال سؤال دار في كلامنا سواء من الضيوف من كلامي من كلام ابو كريم نسال سؤال ونسحب عليه الى ان نلقاكم باذن الله عز وجل في حلقه قادمه دعواتكم وكلامكم الطيب ومثل ما عودتونا والكاميرا الآن بتاخذ لقطات متنوعة لأن الوقت معنا قضى الآن للشغل الجميل واللوحات الفنية من أبو كريم حافظكم الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك مع السلامة Yeah.